أقيم تحت رعاية سمو العقيد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي صباح اليوم حفل تخريج إحدى الدورات المتخصصة العسكرية بالحرس الملكي بحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وبدأ حفل التخريج بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تم عرض فيلم موجز عن الدورة وما تضمنته من برامج نظرية وتطبيقات عملية نفذت خلال مراحل انعقادها. بعدها تفضل سمو قائد الحرس الملكي بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين في الدورة. وقد هنأ سموه المشاركين في الدورة على تخرجهم وإتمامهم منهاج هذه الدورة المتخصصة بنجاح، والذي جاء تتويجا للجهود الطيبة التي بذلوها أثناء تحصيلهم العلمي والعملي في ميادين التدريب وتفاعلهم مع البرنامج التدريبي، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد مع إخوانهم بمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. حضر حفل التخريج العميد الركن عيسى محمد الرميحي قائد القوة الملكية الخاصة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.